شاركت في احتفالية قادرون باختلاف واتلخبطت في كلامها قدام الرئيس السيسي. معلومات أول مرة تعرفها عن رنا رئيس بعد تصدرها للترند. اسم الفنانة رنا رئيس تصدر منصات التواصل الساعات اللي فاتت بسبب الموقف اللي تعرضت له في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي. رنا كانت بتأدي مشهد تمثيلي مع صغيرة من ذوي القدرات، لكن بسبب ارتباكها اتلخبطت في الكلام واعتذرت للرئيس وقالت: أنا أسفة يا سيادة الرئيس، أنا توترت، أنا متأسفة، حضرتك ليك هيبة. لكن الرئيس السيسي فاجئها وقال لها: لا ما تتوتريش ولا حاجه، ليه تتوتري؟ لا يا بابا كملي، ربنا يوفقك. ووجه كمان الرئيس حديثه للفتاه رقيه محمود عبد الله البالغه من العمر 10 سنوات وقال لها: ازيك يا رقيه، انا سعيد اني بشوفك، كلامك جميل قوي، مش تساعدي الفنانه؟ لكن مين هي رنا رئيس بعد تصدرها الترند؟ رنا ممثله شابه من مواليد 99 بالقاهره، دخلت مجال التمثيل صدفه. كانت بدايتها عام 2017 من خلال مسلسل ارض جو بطوله الفنانه غاده عبد الرازق، وفي نفس العام شاركت في مسلسل وضع أمني بطولة الفنان عمرو سعد. انطلاقتها القوية كانت من خلال مسلسل جمال الحريم اللي اتعرض العام الماضي من بطولة نور اللبنانية وخالد سليم ودينا فؤاد وحازم سمير، وقدمت دور تلا. رنا رئيس شاركت كمان في الجزء الثاني من مسلسل كلبش بطولة الفنان أمير كرارة، وشاركت في مسلسل بركة بطولة الفنان عمرو سعد، وشاركت في مسلسل سلطانة المعز اللي اتعرض في رمضان اللي فات بطولة غادة عبد الرازق، وكمان في مسلسل ليالينا. رنا كانت حديث منصات التواصل الفترة اللي فاتت بعد إعلان انفصالها عن خطيبها بعد أكثر من 10 أشهر على خطبتهم. وقتها أعلن مدير أعمال رنا رئيس انفصالها عن خطيبها وكتب منشور رسمي قال فيه: تم الانفصال وكل شيء اسمه ونصيب. ده غير إن رنا حذفت جميع صورها مع خطيبها يسري وهو شاب من خارج الوسط الفني. بترجع قصة حب رنا ويسري على المرحلة الثانوية. احتفلوا بخطوبتهم في أجواء عائلية أواخر ديسمبر 2022. رنا اتكلمت عن كواليس انفصالها وقالت إنها اتألمت فور انفصالها عن الشاب يسري وإن الانفصال حصل بسبب اختلاف شخصيتهم، واتكلمت الساعات اللي فاتت عن الصفات اللي ممكن تخطف قلبها في الراجل، وقالت إن الصفات اللي بتخطف قلبي في الراجل إنه يكون دمه خفيف ويكون راجل وعلى قدر المسؤولية، والراجل بيحب الست القوية. كمان ردت رنا على انتقادات الجمهور على السوشيال ميديا وقالت: كنت بزعل منها الأول لكن حاليا ما بزعلش. رنا بتشارك في موسم رمضان 2022 بمسلسل سر إلهي من بطولة الفنانة روجينا. مسلسل سر إلهي بينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال 15 حلقة ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز جازي وأحمد سلامة وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.